منتخب الوطن العربي منتخب شيلي. أيها السادة والسيدات، أهلا وسهلا بكم لمتابعة المباراة الودية عبر قنوات الشركة الوطنية لدعوة التلفزة لمتابعة هذه المباراة للمنتخب الوطني المغربي استعدادا لمونديال قطر 2022. دخول المنتخبين رقعة الميدان في انتظار صافرة هذا الموعد، انتظار بداية هذا الحوار بين المنتخبين. منتخب الوطني المغربي كما تابعنا من خلال ندوة صحفية المدرب وليد الراغي الذي أكد بأنه اليوم يواجه منتخب محترم، منتخب بإمكانيات وأسماء كبيرة بإمكان أن تكون محك حقيقي للنخبة الوطنية. بداية النشيط الوطني لدولة شيلي. إذن كان هذا النشيد الوطني لدولة شيلي، والآن مع أحلى وأجمل نشيد، النشيد الوطني المغربي وفي هذه الأجواء الاستثنائية الجميلة من الجماهير المغربية. شعار النار وطن الملك على إيقاعات النشيد الوطنيين لدولة شيلي والنشيد الوطني المغربي، وفي الأجواء الرائعة من جمهور المغربي انتظار أن نتابع فصول اللقاء الذي سينطلق بعد لحظات. أيها السادة والسيدات، إذا المنتخب الوطني المغربي كما قلنا بالنسبة للتشكيل الأساسي ياسين بونو، يضع مستوى الحارس توماس فوريل السلوفاكي وتوماس ستراكا مساعد ثاني على مستوى قيادة معطيات المباراة وكوتشيس ثلاثي تحكيم هاتي المباراة بين المنتخبين. المنتخب الوطني ما صرح وليد يوم أمس أمام منتخب الشيلي منتظر أن نتابع مباراة مفتوحة من جانب النخبة الوطنية، البحث عن الأهداف، البحث عن الأهداف من أجل إسعاد كل الجماهير المغربية أينما تواجدت. جو عام للمنتخب الوطني يسود تفاؤل كبير من أجل تحقيق نتائج طيبة، ونعرف جيدا الآن في هذه الظرفية، ظرفية الاستعداد لمونديال قطر 2022، إجماع كبير على دعم الأسود، على دعم هذه المجموعة بقيادة إطار وطني هو وليد إيركراكي، الذي يبحث عن اللمسة
في أداء المنتخب الوطني، وبي اسم يراهن عليها بقيادة المتألق والعايد حكيم زياش. منتخب شيلي بشرت بقيادة إدواردو بيريسو مدرب الأرجنتيني الذي تعاقد مع الاتحاد الشيلي قبل تقريبا 13 شهر من أجل قيادة منتخب شيلي خلفا للأوروغوياني مارتين لاسارتي الذي كان فاشلا في قيادة منتخب شيلي لكأس العالم. إدواردو الذي تبنى قبل حدث بيريزو والآخر عاش ربما خيبة أمل بعدما فشل في قيادة البيروخا لمونديال قطر رفقة الباراغواي قبل أن يتولى تدريب بطل أمريكا الجنوبية مرتين. اليوم في مواجهة وليد الرغاي تحدي كبير من جانب وليد، وليد كما قلنا الذي حمل قميص المنتخب الوطني المغربي كلاعب، وكان من الأسماء التي كادت الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا نسخة تونس 2004، النسخة التي يمكن أن نقول والجيل الذي لم يتمكن من تولي كأس العالم، لكن الآن تمنح الفرصة لوليد بقيادة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022. تنطلق المباراة من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، كيف ستكون بداية هذا الحوار؟ مباراة معطيات تؤكد إن شاء الله ستكون مباراة مفتوحة، مباراة في أداء في رتم وفيها المترابطات وأشياء جميلة. ينتظر الجمهور المغربي من جانب أسود الأطلس أشرف حكيمي، كرة تغادر للتماس، تماس لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف في الصورة وليد رقراقي، عقد يمتد لسنة 2026، ريان مشاركة مشرفة في كأس العالم قطر والبحث عن إنجاز في بطولة أمم إفريقيا 2024 من كوت ديفوار، ثم قيادة المنتخب الوطني نحو كأس العالم نسخة أمريكا الشمالية إن شاء الله بين التي ستنظم بين أمريكا كندا والمكسيك. كرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي تلعب من جانب غانم سايس، ياسين بونو للسلام من جانب أشرف داري مدافع بريس الفرنسي، أشرف حكيمي مدافع البيجي واحد من نجوم كرة القدم العالمية، مكسب كبير للنادي الفرنسي البيجي وواحد من ركائز المنتخب الوطني المغربي. تمشي عبر وسط الميدان السلام من سليم ملاح للسلام عمر، هذا المرة كانت عمر تبرير من نصير المزراوي من الجهة اليسرى، تعود سريعا لعناصر المنتخب الشيلي من الدفاع ويرتا فالبير يسلم مدافع الأوسط إلى جانب ميدل غاري ثنائي محور دفاع منتخب الشيلي. من الهجمة الدقيقة الأولى ستكون فرصة لجسر نبض، فرصة للتعرف على الإمكانيات وقدرات كل منتخب. نأمل أن المنتخب الوطني يدخل سريعا في أجواء المقابلة أمام منتخب أشيلي. إدواردو بيريزو في الصورة صاحب 52 سنة، انطلقت مسيرته التدريبية قبل 15 سنة مع منتخب أشيلي حينما كان قاده لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا كمدرب مساعد لمارسيلو بيليساو، هذا المدرب اللي كان قاد منتخب أشيلي، وكان ذاك مساعد إدواردو بيريزو الذي تبنى قبل الحدث. من وسط الميدان كرة طويلة أمامية ميدال غاري من الطرف الأيسر، تغطية جميلة كانت من جانب أشرف داري من أشرف آخر وأشرف حكيمي للجهة اليسرى، نصير مزراوي لاعب البايرن لاعب بايرن ميونخ لاعب إمكانيات جد محترمة، تبعناه أمام فريق البارسا أمام يرسي برشلونة كيف كانت تألق واحدا من نجوم تلك المقابلة التي قاد من خلالها فريق بايرن ميونخ من أجل تحقيق الانتصار على حساب فريق اف سي برشلونة. تمشي من وسط الميدان السلام عملية تحضير تأتي عبر مير هنا للانطلاقة المغربية، تمرير من الجهة اليسرى اتجاه سفيان بوفال، سفيان تحضير لكن تعود التغطية من طرف منتخب الشيلي، يضغط المنتخب الوطني سفيان بوفال ومخالفة لفائدة المنتخب الوطني، مخالفة يشير الحكم لفائدة المنتخب الوطني. سلال جميل من الجهة اليسرى
من جانب المبدع الفنان. نتابع سفيان مفال، إمكانيات ومهارات سفيان مفال العائد بعد إصابة غيبته عن مباريات فريقه. الآن يتواجد الحمد لله رفقة المنتخب الوطني المغربي في أمل تقديم الإضافة الهجومية في هذه المرات. حكيم زياش في الصورة، كم شقنا للمساته لإبداعاته لتلك التمريرات الحاسمة من جانب حكيم زياش إلى جانب أشرف حكيمي في صورة صراحة جميلة جدا بالنسبة لهذين النجمين الكبيرين. لاعب تشيلسي الانجليزي ولاعب باشيا الفرنسي، حديث كيفية تدبير المخالفة التي تتاح للمنتخب الوطني في حدود الدقيقة الخامس. يلا شباب، أشرف حكيمي، حكيم زياش تسدد بشكل مباشر بطرف أشرف حكيمي. أشرف حكيمي تسدد، كرة ترتطم حيث تصد منتخب الشيلي، يصاب على إثر ذلك لاعب منتخب الشيلي. سلبات نتابع في الصورة، لاعب بوليغار سددت بشكل قوي من جانب أشرف حكيمي. هنا تسديدات الكرة وحيد صد منتخب الشيلي، يوقف هذه الكرة لعناصر المنتخب الوطني المغربي. الحكم سيستأنف بإسقاط إفادة المنتخب الوطني. يرجع من نصير مزراوي اليوم، يعتمد علي وليد الرقي على مستوى الطرف الأيسر، أشرف حكيمي على مستوى الجهة اليمنى، يريد أن يستغل كما قلنا ظهيرين من العيار الثقيل. هنا عملية تحضير تعود لمنتخب الشيلي، استلام من نصير مزراوي، غانم سيس لفيدة الكابيتانو بسرعة على مستوى دفاع من الجهة اليمنى هذا المرة بعد تمريرة ياسيمورو. أشرف حكيمي يسلم على سدين أوناحي، تتحرك الآن التيكي تاكا المغربية عبر نقلات قصيرة عبر هذه التمريرات، يتجاوب مع الجمهور المغربي بشكل كبير. إذا تحضر الأولي على مستوى بناء الهجوم للمنتخب الوطني المغربي، استلام طريقة جميلة، هو رائعة الكرة كانت من طرف سفيان بوفيل، يسلم سيش الانطلاقة من جانب زياش، العرضية والتمريرة فرصة خطيرة، هنا الكنترول، هنا المحاولة، هنا التسديدة جات من طرف من طرف نصير المزراوي. أول تهديد لفائدة المنتخب الوطني. نتابع الإعادة، استلام من حكيم زياش، تحضير الكرة عبر عز الدين وناحي، العرضية من عز الدين، هنا ارتدت ثم محاولة استغلال من نصير المزراوي. إعادة لهذه الهجمة الخطيرة لفائدة المنتخب الوطني، سماتة من عناصر منتخب الشيلي. حكيم زياش في تنفيذ الركلة الركنية في حدود الدقيقة السابعة، الكرات الثابتة بإمكانها تكون حل من الحلول المطروحة بقوة للمنتخب الوطني المغربي. إذن حكيم زياش الرباصية، جميلة اللقطة، جميلة اللقطة الرأسية كانت رائعة بعد الارتقاء لكن من جانب عناصر المنتخب الوطني. لاحظوا الدور الكبير على مستوى الضربة الرأسية من طرف أشرف داري، رأسية أشرف داري مرت محادية عن القائمة الأيسر لمرمى الحارس بايان كورتاس. داري تهديد للمنتخب الوطني المغربي، برافو أشرف داري، أسماء مهمة مستوى مثل هكذا كرات، تحدث عن سواء غير مسيس ولا كذلك أشرف داري، كلما تعلق الأمر بالكرات الثالثة سواء ركلات الركنية أو ضربات الأخطاء، سبب يمكن أن تستثمر مثل هكذا كرات لزيارة الشباك. من دفاع منتخب الشيلي ميدل غاري تصل من الطرف الأيسر، سيما الكرة من نايل ميساتو، هذا لاعب ظهير أيسر، هذا لاعب داير ايسر، لعب لكل من المنتخب الوطني المغربي ولعب كذلك لمنتخب البلجيكي، تحدثت عن فئه اقل من 16 و17 سنه، يحمل قميص منتخب الشيلي داير الايسر نايل ميساتو. كره لياسين بونو، عوده ميمونه لياسين بونو، نتمنى ان شاء الله من خلال هذه المباراه ياسين بونو رفقة فريق سيفيا الإسباني
هدول كذلك يوسف انصيري الذي سيسعى جيدا اليوم لتقديم الإضافة الهجومية لخط هجوم المنتخب الوطني المغربي. من الدفاع ترعى مرمي ديلغاري الجهة اليمنى دياس باولو يعيد مرة أخرى لميدل غاري بناء الهجمة لمنتخب تشيلي عبر ويرتا فالدير فالبير هنا الضغط المتقدم من طرف عناصر المنتخب الوطني جد صعوبة كبيرة منتخب تشيلي في إخراج الكرة من مناطقه. نايل ميساتو تحضير أمامي لكن عودة من طرف العميد غير مسيس ياسين بونو براس من جانب أشرف داري وسط الميدان حكيم سيوش مرفوعة سليم من وسط الميدان دائما سليم ملاح يختار سفيان مرابط تمرير هذه الكرة لكن تغادر للتماس لفائدة منتخب تشيلي. 10 دقائق على انطلاقة المرات نجي أمامكم أيها السادة والسيدات 0-0 بناء هجوم لفائدة منتخب تشيلي عبر ويرتا فابر من ميديل غاري ويرتا فالبير جهة اليسرى نايل ميساتو تفتك الكرة من عناصر منتخب الوطني يرجع للدفاع. لاحظوا بنفس الطريقة لكل منتخب يريد أن يبني هجماته من الدفاع سير الجميل من شارب نصير مصراوي انطلاقة من نصير يبحث عن المراوغة الأولى وجات بعد ذلك الثانية هنا يرتفع النسق من جانب عناصر المنتخب الوطني تحضر لأشرف حكيمي لفائدة من المميز حكيم سياش يبحث عن العرضية كرة خطيرة مغربية تعود فتيجة من عبر سفيان مرابط الدفاع لفائدة العميد غانم سايس تصل من الجهة اليسرى البعث عن التمرير خطيرة متابعة بعد كرة بينية جميلة كانت فتيشة يوسف انصير الذي ناحى من أجل استغلال هذه البينية لكن خروج الحارس بريان كورتيس يتواصل الضغط المغربي لبس شميلة من حكيم شاتي أشرف في الخطورة فرصة وطالب بخطا من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي وطالب بخطا لفائدة أشرف حكيمي حكيمي يشير بعدم وجود المخالفة هنا نتابع تدخل كم هذه اللقطة من طرف اللاعب أرانغويز لاعب وسط ميدان منتخب الشيلي من الوسط من جديد صعوبة كبيرة في إصدار الكرات والبينية حذاري خطيرة لمنتخب الشيلي فرصة تسدد والكرة ترتطم بالقائمة الأيمن لحسن حظ ضاعت هذه الهجمة لمنتخب الشيلي نتابع ردة الفعل سلال جميل ورائع من طرف صوفيان بوفال حكم مطالب بتوجيه البطاقة الصفراء سيكون هناك انذار في وجه لاعب منتخب الشيلي لم يتردد الحكم توجيه الانذار لميدل غاري يلعب رقم 17 في الصورة ميدل انذار في وجه هذا اللاعب وقبل ذلك هجمة خطيرة بالنسبة لمنتخب الشيلي عمرا بليليتون بنجما يحصل حظ كرة بنجما ترتطم بالقائم الأيسر أو الأيمن للحارس ياسين بونو تحتسب المخالفة المغربية عناصر المنتخب الوطني المغربي التنفيذ سيكون من سفيان مرابط السلام من عز الدين ونحي سفيان بوفيل من الجهة اليسرى ارجع هذه الكرة الدفاع المنتخب الوطني عبر غانم سيس يسلم سفيان مرابط وصلت في وسط الميدان لعز الدين وناحي البعث عن التمرير كانت ربما الفرصة مناسبة ليسال الكرة ليوسف انصيري اختار تمرير عبر الجهة اليسرى لاحظ انصيريات المميز سفيان بوفيل طريقة جميلة والحكم يقول خطأ لفائدة منتخب الشيلي مطالبة بركلة جزاء أظن بأنه فيها الخطأ أظن بأنه اللقطة فيها شك وبذلك هل كان هناك إسقاط هنا نتابع لقطة اللي أصيب على إثرها وسقط على إثرها صوفيا موفا هذه إعادة هذه اللقطة اللقطة أظن
المظلوميه انه في ركله الجزاء حسب ما تابعنا لمستوى اعاده هذه اللقطه. نعرف امكانيات سفيان بوفير الفنيه، ما كانش هناك في اللقطه يعني تدخل بشكل مباشر ليشعر الحكم يعلن عن ركله الجزاء لافاده المنتخب الوطني. الافضل الى حدود الدقه 14، يعني هنا نتابع بناء الهجمه من خط الدفاع. هذا شيء جميل بالنسبه لبناء الهجومي للمنتخب الوطني. كره البينيه فاتشة يوسف السيري، يعني تظهر بعد الامدادات الهجوميه سواء من عز الدين ناحي او كذلك عبر حكيم سياش عبر الجهه اليمنى. شيء مهم جدا بالنسبه لخط هجوم المنتخب الوطني، تدخل اشرف حكيمي. غانم سيس من الطرف الايسر، تعود من نصير مزراوي، طويله من غانم. سفيان بوفال من وسط الميدان من جانب سفيان. عز الدين ناحي للجهه اليمنى المغربيه، يقود هذا المره حكيم زياش. زياش لعز الدين ناحي للخلف لدفاع المنتخب الوطني المغربي بنوع من الهدوء. دقه كبيره من طرف العناصر الوطني، امر مهم جدا بالنسبه لدقيقه الجوله الاولى. يعني 15 دقيقه يبقى الاستحواذ المغربي والخطوره تظهر من جانب النخبه الوطنيه. طاوله فتشة لصف يوسف انصاري وتدخل الدفاع ابعاد من ميدان غاري. يخرج على الكره للتماس، تماس مغربي يستلم سفيان بوفال. عمليه تحضير وصلت عز الدين ناحي، واحد من الاسماء اللي تجيد تسديد من خارج منطقه الجزاء عز الدين ناحي. يلا شباب من الهجمه المغربيه لعز الدين ناحي، مروغه شميله انطلاقه في الخطوره العرضيه، تغطيه دفاعيه من جانب منتخب الشيلي. عز الدين ناحي من جديد، اشرف حكيمي طالت الكره عن اشرف حكيمي، تغادر رميه تمس ونفذ مغربيه بسرعه. هنا المخالفه انشار من طرف الحكم المساعد الثاني، يتجاوب مع اللقطه الحكم المباراه الذي يمنح مخالفه لفائده المنتخب الوطني المغربي. هذه اللقطه سليم املاح متحرك على مستوى المنظومه الهجوميه للمنتخب الوطني المغربي. اخطاء الى حدود لحظه، اربع تغطيات تركبت من جانب منتخب الشيلي امام المنتخب الوطني. معطيات ان دلت فعلا ما تدل انه الافضليه واضحه للنخبه الوطنيه الى حدود الدقيقه 17. يتكرر او تتكرر الصوره مره اخرى، نفس المشهد نفس اللقطه من خلال هذا الثنائي الجميل اشرف حكيمي الى جانب حكيم زياش. تنفيذ المخالفه لفائده المنتخب الوطني سيكون من حكيم زياش. يحضر الاسيست من جانب حكيم زياش. حكيم عبر القيمة الثاني، فرصة خطيرة مرت محادية الكرة أمام المدافع أشرف داري. لاحظوا كما قلنا نقطة القوة بالنسبة للمنتخب الوطني في الكرات الثابتة حينما تنفذ عبر كل من المدافعين غانم سيس وأشرف داري. فالوقت الذي نتابع فيه أخطر فرصة كانت من جانب منتخب شيلي عبر لعب في الصورة بنجامان بليليتون عبر رقم 22 في صفوف منتخب الشيلي، جناح الأيسر الذي انسلى بعد تمريرة بينية ثم الكرة على مستوى عملية التسديد ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس ياسين بونو. هدف سيكون مهم بالنسبة لمعطيات هذه المباراة في أمان إن شاء الله يكون المنتخب الوطني المغربي. ورطة فالبير من الجهة اليسرى، طويلة بدون عنوان، تعود لدفاع المنتخب الوطني من طرف غانم زيس. يستلم سفيان مرابط، سفيان ضغط متقدم عبر من عبر الخطير ارتورو فيدال. هنا مراوغة جميلة، لاحظوا المراوغات من نصير مزراوي، هذه ثالث كرة من نصير بهذا الشكل الجميل. سفيان بوفال عرضية، حكيم سياش كنترول بالصدر، جميلة في منطقة الجزاء، توغل من جانب عناصر المنتخب الوطني. سوء تفاهم في اللقطة الأخيرة بين حكيم زياش الذي حاول تحضير الكرة لسليم املاح. اشرف داري، طريقة جميلة من اشرف، رائع سنين ناحي، لكن هنا المتابعة كانت من طرف ارتورو فيدال.
الاسمال مشاربة في تشكيل منتخب الشيلي. هنا ضغط المتقدم بسرعة العودة من جانب النخبة الوطنية لتأمين المنظومة الدفاعية عبر دفاع متقدم. لاحظوا الوقت لمنتخب الشيلي يبحث عن البناء الهجومي. أرتورو فيدال، فيدال يحضر الكرة للجهة اليمنى. أرتورو فيدال عبد العاملي مجموعة من الأندية العالمية تحدث عن سواء اف سي برشلونة كذلك انتر الفريق بايرن ميونخ اليوفي، واحد من نجوم الشيلية التي تغنت بها جماهير الشيلية لسنوات بعد التألق رفقة قلت هذه الفرق العالمية سواء بإسبانيا ولا إيطاليا ولا كذلك حتى بألمانيا حينما كان لاعب لفريق باير ليفركوزن الألماني. تمشي من الجهة اليسرى تغادر تم استفادة المنتخب الوطن المغربي. منير الحداد وبقية الأسماء في دكة مدراء المنتخب الوطني، أسماء يراهن بشكل كبير عليها في تشكيل المدرب وليد الرقي برغم وجودها في دكة المدراء، لكن سننتظر مجهود كبير من هذه الأسماء من هذه النجوم التي نفتخر بها في مختلف الدوريات العالمية. من وسط بعيدة سفيان بوفال يمرر الكرة لعز الدين وناحي من أشرف حكيمي لحكيم زياش، عرضية خطيرة، جميلة اللقطة، جميلة العرضية من حكيم ومتابعة سفيان بوفال. مرت الكرة بسلام، تابع إعادة هذه الكرة من طرف حكيم زياش بين يدي حارس منتخب الشيلي. من وسط الميدان عبر الجهة اليمنى عرضية لمنتخب الشيلي ومتابعة من السيمبولو يتمكن منها حارس مرمى منتخب الوطن المغربي ياسين بونو. نتابع اخوان ديلغادو هديري من تحركات بعض الاسماء على مستوى الخط الهجوم بقياده سواء اخوان ديلغادو ولا اليكسيس سونشيز ولا بريتون بن شمان. ستعود الكره لعناصر المنتخب الوطني. سفيان بوفال، غانم سايس، بداية تبقى مشجعة أمام منتخب الشيلي. تفوق واضح لعناصر المنتخب الوطني المغربي، لكن نامل ترجمة هذا التفوق بالنسبة لأبناء المدرب وليد الركراكي على رقعة الميدان بأهداف نتمنى تأتي في الدقائق القليلة المقبلة. من الجهة اليسرى التغطية من طرف عناصر المنتخب الشيلي، إخراج الكرة ليتماس ويرتا فالبير، تمس من أشرف حكيمي، تنفيذ التمس حكيمي من جديد، عز الدين ناحي يسلم أرتورو فيدال من وسط الميدان عبر أرانغويز. هنا فتح العمل الجهة اليمنى لمنتخب الشيلي دقل سوفيان موفيل، عملية افتكاك الكرة من سليمة ملاح، يطالب حكم المباراة بمخالفة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. بناء هجوم من جديد لمنتخب الشيلي عبر الجهة اليسرى هذه المرة. ويرتا فالبير يمرر الكرة لنايم ميساتو، تغادر رمية تماس. إعادة هذه اللقطة بالفعل لقطة واضحة فيها المخالفة، تدخل بقوة من جانب باولو دياز منتخب الشيلي، لكن لم ينتبه لهذه اللقطة وبذلك طلب بخطأ لفائدة منتخب الوطن المغربي. دكة بدلاء منتخب الشيلي هي تتابع هذه الأجواء الجميلة على مستوى حضور الجماهير المغربي. طاقم استيعابية لهذا الملعب 2500 مناصر، يقول بأنه
بنسبة يعني تقريبا 94% الحضور الجماهيري للجماهير المغربية التي ملأت جنبات هذا الملعب اليوم من أجل أن تقدم أجمل الإشارات لوصول دار أطلس. كل دعم كل مساندة للمنتخب الوطني المغربي من وسط الميدان. عودة لدفاع منتخب الشيلي. ويرتا فالبير يسلم ميدال غاري تصل دياز سي باولو. يعود منتخب الشيلي لبناء الهجمة عبر نقلات القصيرة عبر التمريرات القصيرة. محاولة بناء الهجمة الآن عبر الأطراف من الجهة اليسرى. مايامي ساتو يمرر هذه الكرة. التغطية الدفاعية من طرف أشرف داري بسرعة تعود لمنتخب الشيلي. ضغط متقدم من جانب حكيم سيش يضغط على برايان كورتيس. نايمي ساتو بوسط الميدان ميدال غاري وعودة بسرعة من طرف أرنغويس يعيد الكرة للحارس برايان كورتيس حارس مرمى منتخب الشيلي. واش صعوبة كبيرة في بناء الهجوم منتخب الشيلي منتخب الوطني مستوى بناء الهجومي احد بانه يعني تنظيم بناء على المستوى البناءات الهجوميه تنظيم يبقى جيد ثم كذلك الادوار الدفاعيه بشكل جيد بالنسبه للمنتخب الوطني مع التركيز على الدفاع المتقدم لا يريد ان يترك الفرصه لمنتخب الشيلي ليبني هجماته خصوصا على مستوى وسط الميدان بتواجد ارتورو فيدال ارانغويس وبولغار. من دفاع منتخب الشيلي ميدال غاري دياز باولو دياز استلام الكرة من أليكسيس سانشيز ضغط كل ضغط على أليكسيس سانشيز الفريق أولمبيك مارسيليا بجانب لاعب الدول المغربي أمين حارث وبذلك يعرفان جوال مرافقة لي هذه المباراة فيما يخص مطلب الجماهير وكذلك الانتظارات من خلال هذا الموعد سواء بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم قطر 2022 وكذلك بالنسبة لمنتخب الشيلي من خلال هذا المنتخب بقيادة إدواردو بيريزو يبحث لبناء منتخب قوي قادر على العودة للواجهة بقوة رغم أنه لم يتمكن من تول لكأس العالم حقق نتائج كانت يمكن أن نقول إيجابية في مجموعة من اللقاءات. قوة المنافسات والمباريات على مستوى تصفيات كأس العالم يعني بالنسبة لمنتخبات أمريكا الجنوبية فصراعات كبيرة حضور يعني البرازيل باراغواي حضور الأرجنتين حضور فنزويلا العديد المدارس العريقة في كرة القدم العالمية. أمامكم جمالية هذا الصورة يعني أجمل والأروع كذلك واليوم يعني هذا الألوان كما نتابع بالأحمر والأخضر بالنسبة للجماهير المغربية العالم الوطني خفقا في مدرجات هذا الملعب الجميل. من الجهة اليسرى الانطلاقة طريقة جميلة سوفيان بوفيل لحكيم سياش سياش سلام سياش سددة وبين الحارس برايان كورتيس. إذن تلعب الكرة من دفاع منتخب الشيلي وسط الميدان أرتورو فيدال نايمي ساتو ويرتا فالبير ميديل غاري ضغط من يوسف نصيري مخالفة تمنح للمنتخب الوطني تنفذ بسرعة من سفيان مرابط ورغة جميلة سفيان بوفيل بوفيل يوسف نصيري فضوات بينه وبين يوسف نصيري يتحصل على إدريس وفي بوفيل على ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي تأتي في حدود دقيقة 29. لاحظوا الرادي بتاتا إدواردو بيريزو مدرب اللي كان درب هنا بإسبانيا نادي سيلتا فيغو وكذلك نادي إشبيليا وقبلهم في بداية المشوار كانت بالأرجنتين رفقة نادي
Estudiantes La Plata الأرجنتيني. ضربة خطر للمنتخب الوطني المغربي في حدود الدقيقة 29. حكيم زياش وراء الكرة ريت تنفيذ هذه المخالفة إلى جانب أشرف حكيمي. انتظر هذه الثنائية كلما تعلق الأمر بالكرة الثالثة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش وأشرف حكيمي عين على المرمى. تركيز من طرف حكيم زياش ليفعل حكيم أشرف حكيمي. قلنا من كما هو معلوم من الأسماء اللي تجيد التعامل مع مثل هكذا كرات في الصورة. تيل ميسا تلعب منتخب تشيلي. ستنفذ المخالفة. أشرف حكيمي حكيم زياش من وراء من سيسدد. يأتي المخالفة للمنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش سدد مقوس لكن تستطيع بحيث صد منتخب تشيلي وتغادر ركلة ركنية لفائدة منتخب الوطني المغربي. عادة اللقطة الأخيرة تنفيذ الكرة سيكون من الجهة اليسرى عبر من عبر سفيان موفال. صعود غالم سيد أشرف داري. ستنفذ الكرة الثابتة للمنتخب الوطني. ركلة ركنية راسية من نصير مزراوي مرت بسلام على مرمى منتخب الشيلي. نتابع عادة هذه اللقطة لدى الشكل تنفيذ الركلة الركنية عامر القائم الأول. ارتقاء من نصير مزراوي. وليد الركراكي يتفاعل مع كل اللقطات وكل الفرص بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. كرة من دفاع منتخب تشيلي. دياز باولو ميدل غاري واضح في البنايات الهجومية لمنتخب تشيلي. منتخب الوطني صعب المهمة على هذا المنتخب منتخب تشيلي في بنايات الهجومية من خلال الضغط المتقدم. لاحظوا بسرعة افتكاك الكرة في اتجاه مرابط. سفيان مقطوعة من أليكس سانشيز. عيدة تغادر ركلة مرمى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. يركزون بشكل كبير على أليكسيس سانشيز في البدايات الهجومية لمنتخب تشيلي. تنفيذ الكرة من ياسين بونو. ركلة مرمى للمنتخب الوطني. منتخب تشيلي يضغط الآن. تقدم عناصر في مناطق المنتخب الوطني. يضطر ياسين بونو يضطر اتخاذ هذا القرار. تنفيذ طويل. تنفيذ الكرة بشكل طويل مباشر باتجاه مهاجم المنتخب الوطني. تعود سريعا لعناصر منتخب تشيلي. من الدفاع ميديل غاري وسط الميدان. استلام من بولغار. بولغار للطرف الايسر من ويرتا. ميديل غاري مرة أخرى من جانب ميديل. يختار دياس باولو عبر الجهة اليمنى. منتخب الوطني المغربي يزال يبحث عن الفرصة المناسبة لزيارة الشباك. قلنا الأخضر قلنا الأبرز من خلال بعض البناءات الهجومية لكن ننتظر اللمسة الأخيرة التي بإمكانها أن تدخل منتخب الوطني المغربي أكثر في أجواء هذه المباراة. حكيم زياش مراوغة من حكيم. يراوغ أرتورو فيدال ويتحصل على مخالفة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. واضحة اللقطة. خطا موجود للنخبة الوطنية. بسرعة التنفيذ نصير مزراوي للاستلام عبر سليم ملاح. تصل لسفيان بوفال. سفيان مراوغة شميلة. مراوغة الأول الثاني. سفيان بحث عن العرضية لكن يتدخل دياز باولو ويرتكب المخالفة. سفيان بوفال سلامات إن شاء الله لسفيان بوفال. اعتذار من جانب دياز باولو. نتابع هذه اللقطة. هنا التمويل الأول والثاني. ربما في هذه اللقطة كان من كاس سفيان بوفال أن يمرر
تمويه الثالث جعل المنتخب الشيلي عبر دياس باولو يتمكن من ايقاف هذا الهجوم لمنتخب الشيلي. هذا الهجوم لفائده المنتخب الوطني المغربي عبر دفاع منتخب الشيلي. تنفيذ بسرعه من برايان كورتيس. ميديل غاري مويرتا فالبير للحارس برايان كورتيس من الناجية اليسرى للاستلام من ويرتا البات عن التمرير طويلة أمامية لمنتخب الشيلي. تغطية من طرف أشرف داري. داري حراسة لصيقة لبريتون بين جماعة ومن هذه الحراسة لصيقة استفزت لعب منتخب الشيلي ذلك هون حلو تابع لقطة من أشرف داري بسرابة كبيرة من جانب أشرف داري يقوم بالمهام الدفاعي بشكل موفق. أشرف داري إلى جانب غانم سايس في ثنائية محور الدفاع من الأجمل المنتخب الوطني المغربي غانم سايس. ياسين بونو طويلة الكرة أمامية في اتجاه فقط عناصر المنتخب الشيلي. إبعاد من دفاع دياس باولو. الحكم يمنح المخالفة لفائدة خوان ديلغادو. روح يدي كبيرة بين عناصر المنتخبين. الحكم يحتسب المخالفة لعناصر منتخب الشيلي. من وسط الميدان أرتورو فيدال. أرتورو فيدال لاعب فريق فلامينغو البرازيلي. تلعب من الجهة اليمنى لعناصر منتخب الشيلي. بدلة الأجوال ساخبة هذه الأجوال احتفالية رائعة من الجمهور المغربي من الجمهور الاستثنائي من الجمهور العالمي. من دفاع منتخب الشيلي عبر ميديل غاري. ويرتا فالبير تمرر في اتجاه نايم ساتو. تغادر لم يتمكن من المدافع الأيسر لمنتخب الشيلي. ريال ميساتو لاعب الذي يلعب محترف بديار البلجيكية. نتابع الكرة ونعود للمعطيات بعد ذلك. وصلت الأشياء اليسرى نصير مصراوي. نصير سلام من الطرف الأيسر بحث عن العرضية. عز الدين ناحي لحكيم سياش. كنترول رائع من حكيم. مراوغة من حكيم. أراد أن يموي عناصر منتخب الشيلي. أراد أن يقوم بالمراوغة مطالبة بركلة ركنية للأخوة الوطنية. بالفعل هنا لقطة تدخل من طرف لاعب منتخب الشيلي. كان وادون آخر من لمس الكرة أرانغويز. عبر رقم 20 أرانغويز لم ينتبه لذلك. هذا لاعب يلعب في نادي باير ليفركوزن الألماني. دفاع منتخب الشيلي. انتظر التغييرات مع بداية الشوط الثاني من الصعوبة التي وجد منتخب الشيلي. ويلا الكرة ممي كانت في اتجاه أليكسيس سانشيز. ريخة جميلة تحضير في اتجاه حكيم زياش. ونية حكيم زياش وعز الدين وناحي. هذا ارتجام كبير على مستوى وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي. سفيان مرابط. سفيان لحكيم. لكن فتش شمان يختار تغيير مسار الكرة بكرة جميلة تمريرها في الزاوية الصعبة في الزاوية البعيدة. تمريرها على طريقة اللاعبين الكبار. هذه فيها الخطورة. سفيان بوفير فرصة البحث عن التسديد. عز الدين وناحي كاد أن يفعلها بتسديدة لأنه منتخب الشيلي لم يتمكن من عند الخطر في الوقت المناسب على مستوى البناء الهجومي. خطير للمنتخب الوطني المغربي. افتكاك جميل من طرف سفيان بوفال. واحد الادوار الدفاعيه التي تقدم من طرف سفيان بوفال ما شاء الله يفرض حضوره نجما الى جانب مجموعه من الاسماء في هذه الجوله الاولى. خصوصا نتحدث عن سفيان بوفال. سلالاته تمريراته كذلك عطاه السخي على المستوى البدني التكتيكي وكذلك التقني. لاحظوا الضغط هنا على أليكسيس سانشيز. يريدون ترك الفرصة لمهاجم أولمبيك مارسيلي الفرنسي. وقت لي يبدو بأنه المدرب إدواردو بيريزو في ظل هذه الصعوبات التي
يجد أمام المنتخب الوطني المغربي قد يقدم على تغييرات في الشوط الثاني. مع بداية الشوط الثاني تماس من منتخب الشيلي، إرجاع لكرة بروح رياضية من طرف ياسين بونو، يمر لسفيان مرابط، استلام من الطرف الأيسر، تسديد عبر سفيان بوفال، مرابط من جديد بوفال، بعد عن تقدم من جانب سفيان بوفال ارتكب الخطأ، تدخل اللي كان على لاعب منتخب الشيلي دياز باولو، بسرعة تعود النخبة الوطنية لافتكاك الكرة. حكيم زياش طريقة شميلة من أشرف حكيمي، حكيمي من الطرف الأيمن، حكيمي سفيان بوفال، نقلات قصيرة مغربية، فرصة فيها الخطورة، خطيرة خطيرة، كان بإمكانه يمرر، كان بإمكانه يمرر سليم ملاح، لأنه نصير مصراوي كان متواجد في الجهة اليسرى، كان بإمكانه أن يمرر هذه الكرة لاختار التمرير في اتجاه نصير مزراوي اللي كان أمامه المساحة، أظن كانت ستكتسي طبعا الخطورة، كان بإمكانها أن تؤدي دمار ما منتخب الشيلي. أرتورو فيدال من جديد من طرف لاعب منتخب الشيلي، ضغط للنخبة الوطنية عبر دفاع، تمرر لفائدة ميديل غاري، يسلم دياز باولو، أرتورو فيدال طريقة شميلة التمرير للانطلاقة عبر أرانغويس، هنا يغطي الدفاع، يبعد العميد غير مسايس، يتمكن من بعد هذه الكرة نحو تماس لفائدة منتخب الشيلي. تماس من الجهة اليمنى على بعد أقل تقريبا من 4 دقائق، حدود الدقيقة 41، 4 دقائق متبقية على نهاية الوقت الرسمي وطبيعة الشوط الأول، شوط يبقى لا بأس به بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. إدارة بعض الأشياء الإيجابية، تحدثت عن الأوتوماتيزمات ميكانيزمات بالنسبة للمنتخب الوطني سواء على مستوى البنات الهجومية كذلك الأدوار الدفاعية، في انتظار أن يرتفع لصق المباراة بقوة من جانب النخبة الوطنية وزيارة شباك منتخب الشيلي. منتخب الوطني الأفضل في الجولة الأولى، في انتظار الجولة الثانية، في انتظار الفعالية الهجومية، نامل أن تأتي فيما تبقى من دقيقات المباراة. مشاهدينا الكرام، كرة من الجهة اليمنى، أرتورو فيدال يستلم ميديل غاري عبر وسط الميدان، ويرتا فالبير، تغيب المساحات المنافذ بالنسبة لمنتخب الشيلي، يضطر دائما يرجع لمنظومة خط الدفاع. أرتورو نصير مزراوي يخرج هذه الكرة لفائدة يوسف أنصيري من الدفاع، دفاع المنتخب الوطني، مرابط مرابط فتح لعب طريقة جميلة، تصل أشرف حكيمي، سفيان بوفال، من بوفال لعز الدين وناحي سفيان بوفال، تمريرات قصيري، عناصر المنتخب الوطني يحاول ما يمكن ان تجر منتخب الشيلي. تمويه جميل من حكيم زياش، هنا المتابعه لكن قبل ذلك اشار الحكم بخطا، داعي انه مرتكب الخطا هو سفيان بوفال، بناء هجومي جميل بعد ما كان تمويه من طرف حكيم زياش، اختار ان تتجاوز الكره في عملية تمويه رائع لكن لم تستغل من طرف سفيان بوفال. رشيد فضل الجولة الأولى فقط، ننتظر الفعالية الهجومية في ظل هذا الأداء الذي يقدم كما قلنا إشارات إيجابية في أداء المنتخب الوطني المغربي في هذا الشوط الأول. كرة لمنتخب الشيلي، ضغط من عز الدين وناحي، عدت العناصر الشيلي، غطي دفاع، إبعاد من غير مسيس، حاول أنه يستغل الفرصة لحكيم زياش، مغربية من عز الدين وناحي لحكيم، حكيم من الجهة اليسرى عرضية على المقاس، فرصة خطيرة، كنترول جميل من طرف صوفيا موفال، حضرها لنصير مزراوي، نصير تسدد، رائع الهجمة للمنتخب الوطني، تفاعل كبير، ردة فعل جميلة
من جانب النخبة الوطني على مستوى البنالو شومي مرت مقوسة تسديدات نصير المزراوي جانبا عن القائم الأيسر لمرمى الحارس برايان كورتيس. الصورة نصير مزراوي لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني. نصير بعد تجربة الأياكس هي الأسماء المغربية التي نفتخر بها. بقيت المغربية أسماء لتنشط في أكبر الدوريات العالمية هي نجوم نعول بشكل كبير إن شاء الله في المواعيد المقبلة يبقى قربها وأبرزها ومونديال قطر 2022. الاستعدادات بالنسبة للجماهير المغربية هناك في قطر جماهير اللي كذلك لن تفوت الفرصة للتنقل سواء من أرض الوطن من مختلف بقاع العالم دعما للمنتخب الوطني المغربي. دائما الأشياء اللي ارتبطت بالجمهور المغربي وفاء وحب وكل ما تعلق الأمر بالرأي المغربية بالمنتخب الوطني أو منتخبات الوطنية سواء في كرة القدم وفي كل الرياضات إلا ويكون الدعم المشروط من هذه الجماهير التي تستحق كل التقدير. كرة من الجهة اليسرى نايل ميساتو تمرر من أرانغويس للدفاع عبر وسط الميدان الآن بولغار أرانغويس يرجع للدفاع من ميدل غاري والحكم يوني تفاصيل الشوط الأول بدون وقت مضاف. تنتهي الجولة الأولى بنتيجة تعادل 0-0 في انتظار الشوط الثاني. نتمنى إن شاء الله أن يكون أفضل مما تبعنا في هذه الجولة الأولى. نتمنى ننتظر الفعالية الهجومية إذا لبس به بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي في انتظار الأفضل في الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام نلقاكم عند بداية الجولة الثانية. تشيلي لجانب أليكسيس سانشيز لم نتابعه في الجولة الأولى. مهاجم تشيلي وجد صعوبة كبيرة في فرض حضور لاعب فريق أولمبيك مارسيليا. ينطلق الشوط الثاني لتنطلق معه التطلعات والأمال من جانب الجمهور المغربي الذي يأمل أن يتابع مزيد من العطاء والبحث عن الأهداف في هذا الشوط الثاني. ضغط من طرف نصير مزراوي من دفاع منتخب تشيلي برايان كورتيس من حارس مرمى منتخب تشيلي دياز باولو. تغيير مسار الكرة عبر الطرف الأيسر محاولة تحضير يضغط أرتورو فيدا سليم أمامه حكيم زيش يطار منتخب تشيلي العودة للمنظومة الدفاعي. طويلة الكرة أمامية ميديل غاري يغطي دفاع عبر أمان عبر أشرف داري وسط الميدان أرتورو سليم يتحرك منتخب تشيلي مع بداية الشوط الثاني. ميراشيل من خوان ديلغادو الاستلام من أليكسيس سانشيز. أليكسيس يبحث عن التوغل. أليكسيس سانشيز عم يلعب في مستويات عالية لاعب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي. عرج صوب مجموعة من الفريق قبل اف سي برشلونة للأرسنال مانشستر يونايتد للإنتر كذلك سواء لانتر ميلان الحال من خلال تجربة مهمة في مناسبتين وآخر هذه التجارب الآن رفقة أولمبيك مارسيليا الفرنسي. هاجم من العيار الثقيل في خط هجوم منتخب تشيلي لكن لا أليكس سانشيز ولا كذلك أرتورو فيدال لم يتمكن من فرض الحضور رفقة اسم تشيلي في ظل تقدم منتخب الوطني المغربي وفي ظل السيطرة المغربية على معطيات هذه المباراة في ظل غياب الفاعلية الهجومية لمنتخب تشيلي. نامل في ظل بناء الهجومية للمنتخب الوطني أن يترجم هذه الفرص لأهداف. تماس مغربي في اتجاه صوفيا بوفال فتح لعب الجهة اليمنى يستلم مع الستين ونحي يمرر الجهة اليمنى أشرف حكيمي ينطلق حكيم سيش من جانب حكيم البحث عن التمرير. حكيم يمرر كرة هنا العرضية المغربية من أشرف حكيمي ونحي مزراوي وسط الميدان سفيان مرابط عودة لغرب السيس. هذا جيد للمنتخب الوطني
هناك تحس بأنه في بعض اللحظات منتخب الوطني بهذا المجموعة بإمكانه أن يؤسس، أقول هذا بهذا المفهوم، يؤسس لجيل لأسماء قادرة على العطاء أكثر والتألق في كأس العالم. وراوغ من يوسف، تعطي يوسف أنصاري عشرة كبير، يوسف أنصاري يتمنى يوسف أن يصل للشباك في هذه الإمكانيات. هنا العرضية لمنتخب الشيلي تصل عبر من فتش حكيم زياش، انطلاقة المغربية، حكيم ينطلق، أشرف حكيمي، مشى حكيمي، تيجي في المغربي، البراق المغربي يتقدم من الجهة اليمنى، أشرف حكيمي لحكيم زياش، نقلت قصيرة جميلة للكرة بين حكيم زياش وبين أشرف حكيمي، يغطي دفاع منتخب الشيلي وتغادر ليتماس إفادة المنتخب الوطني المغربي. جمهوري، دفاع جمهوري يصفق بحرارة على أداء الأسود إلى حدود اللحظة، وسيواصل التشجيع إن شاء الله. مرابط، أشرف حكيمي، تقدم عز الدين ناحية، فرصة مغربية، بوفال، بوفال، التغطية على بوفال، ومن غطى في الدفاع هو ميديل غاري، يقام بالتغطية الدفاعية هو ميديل غاري أمام التصفيقات المدرب وليد الركراكي. صراحة بوفال هذا اللي قدم للجولة الأولى، مع بداية الجولة الثانية ننتظر المزيد كما تنتظر كذلك هذه الأسماء فرصة الدخول في الشوط الثاني. تماس مغربي للمنتخب الوطني المغربي، سفيان بوفال، استلام إبعاد للتماس لمنتخب الشيلي، دياز باولو في الصورة الدائرة الأيمن لمنتخب الشيلي، هنا الاستلام، إبعاد الكرة، تعود مغربية من جديد، محاولة تقدم، فرصة في الخطورة، عز الدين أناحي، سدد عز الدين أناحي، التطمت بدفاع منتخب الشيلي والحكم يمنح ضربة المخالفة لعناصر منتخب الوطني المغربي. هنا نتابع عادة هذه اللقطة، تسديدة عز الدين أناحي، التطمت بلاعب منتخب الشيلي، لاعب ميديل غاري، مدافع الأوسط هنا الخطأ لفائدة المنتخب. بالفعل واضح اللقطة، انتبه الحكم لأنه التدخلات أرتور فيدال يجد صعوبة في عملية التغطية الدفاعية، لذلك يضطر في بعض الأحيان لاستعمال اليد في عملية الدفاع، تمنى تقريبا ذلك يعني في ثلاث مناسبات في هذه المباراة. سفيان بوفال، أشرف حكيمي، وحكيم زياش في تنفيذ مخالفة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. برايان كورتيس في عملية التوجيه، توجيه حائط صد منتخب الشيلي، أتمنى أن يستغل المنتخب الوطني المغربي الكرات الثابتة في هذا الشوط الثاني. الشوط الأول ظهرت الخطورة، ظهرت تألق من خلال بعض الكرات، لكن قلنا غابت اللمسة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. تنفيذ المخالفة لفائدة النخبة الوطنية. التنفيذ سيكون من الجهة اليمنى، الجهة اليمنى لمنتخب الشيلي، إذن ضربة مخالفة، أشرف حكيمي، حكيم زياش، وسفيان بوفال، حديث ثلاثي حول كيفية تنفيذ هذه المخالفة، هل تمنح الهدف الأول للمنتخب أشرف في وسط خطيرة؟ تؤجل الفرحة للمنتخب الوطني المغربي، تؤجل الفرحة، تأخر الحكم المساعد، تأخر الحكم المساعد، هذا في حالة مكان بالفعل، هناك تسلل، نشوفوا اللقطة، نشوفوا اللقطة، تنفذ هذه كرة أشرف حكيمي. إذن هنا استفاد لاعب المنتخب الوطني، أظن أشرف داري، بذلك الحكم رفض الهدف بداعي وجود التسلل على مستوى اللقطة من أشرف حكيمي.
من أشرف عفوا داري. هنا الخطورة أمامية، إذا تسلل في اللقطة الأخيرة، أشار الحكام وهدف مرفوض للمنتخب الوطني المغربي. بطاقة صفراء بالفعل مستحقة لدياز باولو. احتج على حكم المباراة، تصرف مرفوض بالنسبة لدياز باولو. إذن تؤجل الفرحة للمنتخب الوطني المغربي بعد كرة استثمرت بهدف والتسلل في الكرة التي استقرت في مرمى برايان كارتيز بعد متابعة أشرف داري. الجهة اليمنى حكيم سياش، مشى حكيم، تقدم حكيم عبر الجهة اليمنى وكرة تغادر ركلة مرمى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. في دفاع يمين ويرتا فالبير أمامكم في الصورة، هذا المدافع الصلب ويرتا فالبير، إمكانيات جد محترمة بالنسبة لويرتا. هذا يلعب في الدوري المكسيكي رفقة نادي تولوكا. يدخل من جديد ويرتا، خطيرة والإبعاد من إبرايان أمام يوسف النصيري. كاد أن يفعل يوسف النصيري، لاحظونا العودة من طرف ويرتا فالبير، يضغط عليه يوسف النصيري، إبعاد من طرف الحارس براين كورتيز، يتمكن من إخراج هذه الكرة ليتمس التماس لفائدة المنتخب الوطني المغربي. حكيم سياش من جديد عبر الجهة اليمنى من حكيم، تغادر ليتمس لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تصلكم هنا من ملعب المباراة، ملعب كورنيلا البرات هنا بي إسبانيول بي برشلونة. هنا من الجهة اليمنى لفائدة منتخب الشيلي، غير مسيس في التغطية الدفاعية. هداري، هداري شباب، هداري ياسين، ياسين في الإبعاد، إخراجها بسلام ياسين بولو. الجهة اليمنى ريقة جميلة، أشرف حكيمي، هنا ضاعت كرة على عز الدين أناحي، يمنح الحكم المخالفة لفائدة منتخب ويقول فائدة بالفعل فائدة المنتخب الوطني المغربي. إذن استئناف لعب من طرف العناصر الوطنية. إذن تفاعل إدواردو بيريزو مدرب منتخب شيلي. استئناف لعب إذن بتماس للنخبة الوطنية. أشرف حكيمي من وسط الميدان، زياش ضغط عليه من طرف أرتورو فيدال، تغادر خارج الملعب، تماس لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كرة أمامية من وسط الميدان للنخبة الوطنية، هنا بالرأس إبعاد في الخطورة، محاولة للمنتخب الوطني المغربي عبر يوسف النصيري. دائما حال ممكن عطاء بدن يبقى جيد من طرف يوسف النصيري، فقط ما ينقص هو التوفيق الهجومي، اللمسه من طرف يوسف النصيري لا يبخل كما يقال على مستوى العطاء في هجوم المنتخب الوطني المغربي. بالنسبه لي سواء العوده لل قيام بالادوار الدفاعيه وكذلك تحركات الهجوميه. يلا بوفيل، بوفيل بينيه ومقطوعه من دفاع منتخب الشيلي. اشرف حكيمي من اشرف داري للجهه اليمنى لحكيم سياش، سلام من اشرف حكيمي، بدال اشرف حكيمي يبحث عن الامدادات الهجوميه من الجهه اليمنى، وجيدا نتابع هذه الامدادات سواء من اشرف حكيمي وكذلك من نصير مصراوي عبر الطرف الايسر. تيكي تاكا مغربيه من وسط الميدان، دعت الكره، عوده لمنتخب الشيلي، خطا يمنحه حكم المباراه لفائده منتخب الشيلي. اذا تنفيذ من وسط الميدان، ونتابع لقطه الخطا الذي ارتكب من خلال هذا البناء الهجومي
نخترب ونصل الدقيقة 58، نتيجة متعادلة 0-0 في هذه المباراة الودية الأولى للنخبة الوطنية بالديار الإسبانية هنا بمدينة برشلونة، اللقاء الأول في انتظار لقاء سيفيا منتخب الباراغواي. تصل فجأة اليسرى لسفيان موفيل، سفيان هدف قادم إن شاء الله، بشوطة عادية في الخطورة ويدخل الحارس برايان كوتاس أمام حكيم سياش. جميلة التمريرة على المقص لكن فاطنة لذلك برايان كورتيس الذي تمكن من إبعادة. طوير من الجهة اليمنى أليكسيس سانشيز، أليكسيس من الجهة اليمنى، عرضية فرصة حداري شباب حداري، خطيرة اللقطة، خطيرة الهجمة من أرطورو فيدال بتجربة السنوات، أقول بتجربة السنوات يعني الكنترول والتسديد والعارضة تقول لمنتخب الشيلي، أبرز كرة لمنتخب الشيلي في هذا الجولة الثانية. الجولة الأولى القائمة الأيمن رد الكرة اللي اكتسب طبعا الخطورة اللي كانت من طرف بريتون بنجامان لاعب بلاك بيرن ريفرز الإنجليزي، وفي الشوط الثاني كما تابعنا بلمسة أرطورو فيدال بعد السلم في منطقة الجزاء وبعد التسديدة من طرف أرطورو فيدال كاد أن يفعلها لاعب بإمكانيات جد محترمة ولاعب مجرب أرطورو فيدال. إذن خطأ شارع الحكم، اللقطة واضحة على مستوى هذا التدخل، تدخل حكم المباراة تدبير المباراة بشكل جيد. إذن التوجيهات المتواصلة من طرف المدرب وليد الركراكي أشرف حكيمي. سفيان مرابط للدفاع عبر أشرف داري، حكيمي لمرابط يختار دفاع المتقدم منتخب الشيلي الآن، والضغط من أليكسيس سانشيز، تعود مغربية لمرابط طويلة بينية أمامية، هناك رأي التسلل، اللقطة الأولى أظن وليس الثانية، إذن يقول لهم اللقطة الأولى إذن يمنح الكرة لفائدة منتخب الشيلي. وليد الركراكي حوار من نوع خاص بين وليد الركراكي وبين المدرب إدواردو بيريزو مدرب منتخب الشيلي. كرة شيلية أمامية من الطرف الأيسر بريتون بنجامان يستلم في وسط الميدان، دائما من طرف منتخب الشيلي تغادر لرمية التماس يقول حكم المباراة لمنتخب الشيلي، تنفيذ من نايمي ساتو. جماهير ترفع من نسق التشجيع، جماهير مغربية على الطريقة المغربية في هذه الأجواء الاستثنائية. إذن نعود أجواء المباراة ونمل أن تواسي الأجواء المحيطة في مدرجات هذا الملعب الجميل وبحضور هذا الجمهور الجميل، ينتظر لحظة تسجيل الهدف من طرف المنتخب الوطني المغربي. ونحن نصل مشاهدة الكرام لحدود الدقيقة 62، نتيجة متعادلة 0-0. تماس لمنتخب الشيلي من الدفاع ميديل غاري وسط الميدان، تعود ميديل غاري يمرر لوسط الميدان أرطورو فيدال، ميدل غاري من جديد من دفاع منتخب الشيلي، تصل عبر وسط الميدان، دعت الكرة على أليكسيس سانشيز، يصاب على إثر ذلك، هذه كرة بينية تغطية من غير سويس، مرابط كنترول بالصدر، الجهة اليسرى متابعة من مزراوي، تغادر طالت عن نصير مزراوي، تتحول مشاهدنا الكرام مباشرة لتمس لفائدة منتخب الشيلي. دياز دي باولو من وسط الميدان لأرطورو فيدال، أرطورو اللي عمل أبرز الأندية العالمية، عمل برشلونة الباير الإنتر عديد الأندية الكبيرة، وبذلك تجربة الرجل تبقى مهمة في تشكيل منتخب الشيلي. من الجهة اليسرى كرة لمنتخب الشيلي
بنجامان ريتون. هذه عبر وسط الميدان ميدل غاري تتحول عبر الأشياء اليمنى للسلم من خوان بيلغادو طويلة أمامية دياس باولو أرتورو فيدال ولا حكم يمن أحمد يقول هناك تماس لفائدة منتخب المنتخب الوطني المغربي. جمهور يضيء مدرجات ملعب كورنيا ملعب إسبانيول برشلونة بصور رائعة جدا صراحة كما قلنا اليوم يوم استثنائي هنا ببرشلونة من طرف الجماهير المغربية من مختلف بقاع العالم من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن حضرت اليوم لتزين أجواء هذه المباراة الودية للمنتخب الوطني المغربي. هذه طريقة جميلة مروغة الحكم يمنح المخالفة لفائدة أشرف حكيمي. زياش بسرعة تنفذ البتر الراسية تغطية من الدفاع داخل دياس باولو تعود لمنتخب تشيلي. أرتورو فيدال دات مغربي افتكاك محاولة في الخطورة خطيرة ركلة جزاء ركلة جزاء للمنتخب الوطني المغربي خطأها فودياس باولو في الصورة وتمنح ركلة جزاء بعد عمل جميل كان من جانب عز الدين وناحي لكم اللقطة والتدخل هنا ضغط المتقدم تموي بلمسة يد واضحة يشير الحكم بعد هنا الضغط قبل ذلك كان من طرف سليم أملاح عز الدين وناحي هنا تبع عملية المراوغة اختار المراوغة والتموي لمسة اليد قلوا بأنه لم عملية اللمس كانت بالكتف واضحة اللقطة ركلة جزاء لفائدة المنتخب الوطني المغربي ومهمة تنفيذ هذه الفرصة المهمة للمنتخب الوطني المغربي في حدود دقيقة 65 ستكون لفائدة سفيان بوفال. يلا يا بوفال يلا يا أسود جميعا مع أسود الأطلس مع المنتخب الوطني المغربي تعرفون قيمة الانتصار في مثل هكذا المباريات يبقى شيء مهم اليوم أقول هذا يحضر في انتظار إن شاء الله النتيجة كذلك في تفاصيل هذا الشوط الثاني. سفيان بوفال يلا سفيان جول 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 لفائدة سفيان بوفال وشربت الملعب تهتز من طرف الجماهير المغربية سعيدة جدا بهذا الهدف من طرف سفيان بوفال في حدود الدقيقة 66 هدف من طرف سفيان بوفال الذي فرض اسمه بقوة في الجولة الأولى وكذلك في تفاصيل الشوط الثاني أقول مؤشرات إيجابية جدا بالنسبة للنخبة الوطنية للمنتخب الوطني المغربي في هذه المباراة أمام منتخب تشيلي. تسديد أقصى يمين مرمى الحارس براين كورتيس الذي لم يتمكن من التصدي لهذه الكرة برغم أنه اختار المتابعة في الاتجاه الجيد. تغييرات من جانب عناصر المنتخب الوطني إذن سنتابع الآن لمسة أخرى من طرف وليد أناحي بكير يدخل حريت دار التغييرات بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي إذن هذه التغييرات مهمة جدا الآن بعد هدف سفيان بوفال دارت تغييرات من طرف المدرب وليد الرقراقي يريد من خلالها أن يمنح الإضافة لمنظومة المنتخب الوطني تحدث سواء على مستوى الأدوار الدفاعي وكذلك على مستوى الأدوار الهجومي. كرة طويلة أمامية إذن هذه التغييرات دخول وليد شديرة في أول ظهور مع المنتخب الوطني المغربي أمام الجماهير المغربية في هذه المباراة يريد هو الآخر أن يقدم الإضافة. كرة تلعب مقوصة مشات في اتجاه من وسط الميدان البعث من أجل استغلال هذه
أو هذا البناء الهجومي من دفاع النخبة الوطنية. الآن من جانب دفاع منتخب الشيلي. جميل أنه عملية التحول والانتشار الجيد من دفاع المنتخب الوطني تتم بسلاسة. يعني التقدم على ما يمكن أن يلطف ونسمع على منتخب الشيلي يكون دفاع متقدم، وهذا يبقى أمر إيجابي بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. سعادة كبيرة وتابعوا الملامح الفرح من هذه الجماهير. اليوم فرصة كما يقال لصلة الرحم، أقول صلة الرحم من هذه الجماهير من مختلف بقاع العالم لدعم المنتخب الوطني المغربي. من الأشياء اليمنى أشرف حكيمي لسياش، أشرف العرضية المغربية، فرصة بعد عن الضربة الرأسية ورأسية أشرف داري تدار من جديد. ثاني الضربات الرأسية من أشرف داري هنا بهذا الشكل، والمتابعة من حارس المرمى برايان كورتيس. كرة خارج الملعب للتماس من وسط الميدان عبر الدفاع، دفاع منتخب الشيلي. في هذا البناء الهجومي هدف صوفيا موفال رفع من المعنويات المنتخب الوطني، يريد ان يستغل هذا العامل المهم لإضافة هدف اخر. عندما نقول خصم منتخب الشيلي بامكان في اللحظة ان يفاجئ المنتخب الوطني، لا نتمنى ان يحدث ذلك. ما نعمل انه النخبة الوطنية من تصل الشباك مرة اخرى. امين حارث طريقة جميلة ومخالفة يشير حكم المباراة. دخول من حارث لاعب فريق اولمبيك مارسيليو، كذلك لاعب وليد الشديرة. يمكن ان نقول قد يكون المفاجأة من جانب المدرب وليد الركراكي لاعب باري الايطالي. ورقة هجومية من طرف وليد الركراكي من خلال هذا اللاعب. نتمنى ان شاء الله ان يسد الفراغ بالنسبه لخط هجوم المنتخب الوطني المغربي ان تظهر الفاعليه اكثر. هنا الحكم يشير بوجود التسلل في اللقطه الاخيره. اقل من 20 دقيقه، نتيجه متعادله او نتيجه 1-0 بعدما كانت متعادله 0-0. متابعنا الارتقاء. هنا التدخل من طرف وليد جديره. نترككم مع الأجواء الجميلة من الجماهير المغربية. ملعب ممتلئ عن آخر من طرف جمهور المغربي. حضور جمهور الشيلي حضور قليل جدا، يعني أزيد من 95% نقول تقريبا 98% من الطاقة الاستيعابية لمدرجات هذا الملعب من طرف الجمهور المغربي. برافو برافو لهذا الحضور. سيكون حضور أكبر كذلك في لقاء سيفيا أمام منتخب الباراغواي. إشارات جميلة جدا لدعم المنتخب الوطني المغربي. الجماهير التي تختار شعار كلنا مع أسود الأطلس من أجل مشاركة مشرفة في مونديال قطر 2022. إذن سيكون هناك تغييرات بالنسبة لمنتخب الشيلي بعد لحظات. إذن بعد ما الآن اتضحت الصورة بأنه صعوبة كبيرة للمنتخب الشيلي أمام المنتخب الوطني المغربي. إذن تغييرات كما نتابع دخول سواسو جابرييل لعب رقم 4، حديث بين المدرب ادواردو بيريسو وارتورو فيدال. كذلك سيشرك لاعب رقم 21 في الصوره فالنسيا دييغو. إذن تغييرين دفعة واحدة من جانب منتخب الشيلي.
لذلك بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي منح الفرصة لأسماء أخرى كما نتابع في الصورة. إذن يسعد دخول عبد الحميد صابري، يريد الجمهور المغربي يتعرف عليه أكثر، كذلك دخول زكريا أبو خلال، تغييرين من طرف المدرب وليد الرقرقي. إذن يسعد دخول كل من عبد الحميد صابري وزكريا أبو خلال. هذه التغييرات كما ذكرت كما قلت قبل حدث بالنسبة لمنتخب الشيلي، ثم التغييرين القادمين للمنتخب الوطني المغربي. كرة من الدفاع، دفاع منتخب الشيلي نقترب من الدقيقة 74. بناء هجومي لمنتخب الشيلي، طويلة أمامية من وسط الميدان، تفتك الكرة من جانب من طريق شميلة، مروغة بن حريث أمين يصل أو يصل الكرة لسياج من الشيلي من الانطلاقة من أشرف حكيمي. حريث نقلت بسرعة شميلة المنتخب الوطني، طريق شميلة شو لاحظوا وتابعوا أن يكون السرعة في الأداء لسوفيان بوفيل. بوفيل أمامية واللمسة من حكيم سياج، لكن الكرة تغادر على الكرة، وقبل ذلك يشير الحكم بوجود التسلل في اللقطة الأخيرة. منتخب الوطن المغربي إذن سيقدم تغييرات بعد لحظات، سيكون دخول خليل كذلك مهم جدا عن هذه التغييرات، خصوصا المدرب وليد الرقرقي يريد أن يمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين من منتخب شيلي، خصوصا مع تطور الأداء، خصوصا مع وصول النخبة الوطنية لشباك منتخب الشيلي. بالرأس إبعاد هذه الكرة تغادر إذن التغييرين دفعة واحدة، زكريا أبو خلال ودخول رقم 11 عبد الحميد الصابري. إذن التغييرين من جانب المنتخب الوطني، خروج سوفيان بوفال فرض حضوره صراحة بشكل جميل في مباراة اليوم بمهارته وفنياته من طرف سوفيان بوفال. إذن عبد الحميد صابري يدخل في هذه اللحظات، تغييرين من جانب المنتخب الوطني المغربي. في انتظار استئناف اللاعب، وهنا الصورة على لاعب نصير المزراوي. يتم استئناف اللاعب من وسط الميدان لمنتخب الشيلي. التقدم عمر الجهة اليمنى بعد تمريرة ياسين بونو، إبعاد تغادر إذا التماس لفائدة منتخب الشيلي. أتمنى المنتخب الوطني في الدقيقة المتبقية تقريبا أقل من 14 دقيقة يجب أن نواصل التركيز، لا نترك الفرصة بالنسبة لمنتخب الشيلي للتعديل. جانب مهم كذلك من الجوانب اللي سيركز عليه المدرب وليد الرقرقي في استعداد النخبة الوطنية لمونديال قطر، الجانب الديني، جانب التركيز، كل عوامل فرقة مؤثرة مهمة في مجال كرة القدم. إذن من دفاع منتخب الشيلي الآن طويلة، كرة أمامية عادت مغربية من وسط طرف الميدان، أمين حارث بإمكانه أن يمنح تلك يعني التمريرات الحاسمة اللي بإمكانها أن تقدم حلول هجومية في الدقيقة المتبقية. المرابط الضغط متقدم من طرف منتخب الشيلي لفائدة ياسين بونو. أشرف داري طويلة الكرة أمامية، تغطية دفاعية من وسط الميدان لعناصر منتخب الوطن المغربي. هنا انطلاقة من أمين، عملية تحضير، فرصة مغربية خطيرة،
تشيل لحظات بعد دخوله بتسديدة لا تصد ولا ترد. قلت تسديدة عابرة للقارات تستقر في شباك مرمى برايان كورتيس لتمنح الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. نحن في مس الحاجة لمثل هكذا لاعبين مؤثرين بإمكانهم أن يمنحون إضافة لحظة دخولهم. قلت لكم لاحظوا يعني حريط مباشرة في اتجاه عبد الحميد صابري. صابري بدا المفهوم بالدارجة المغربية كما نقال مصمرش على منتخب الشيلي يسدد الكرة تستقر في شباك برايان كورتيس وتمنح الهدف الثاني لفائدة منتخب الوطني المغربي. هذا هدفين دون مقابل. كم يوقف المباراة منون المباراة يعني تواصل دائما في هذا الاجواء بعد الجماهير اللي تدخل لأرضية الملعب تريد أن تستغل فرصة تواجد بعض نجوم المنتخب الوطني المغربي ليأخذ صورة مريقة مرفوض جدا. يجب أن نترك الفرصة للنخبة الوطنية لمواصلة التركيز. غير مسيس ولاحظ بأنه الآن من يتكفل بالمهم ما يتحدث مع يعني كل الجماهير يطالبهم بمواصلة التشجيع وعدم الدخول لرقعة الميدان من بعد القول من بعد الجماهير حماس الجماهير ببعض الأحيان من أجل فرصة العمر كما يقال بالنسبة لبعض الأنصار لالتقاط صور لكن بهذا الشكل يبقى أمر مرفوض. إذا تتوقف المباراة تحدو تتابعوا الجماهير الآن حديث من طرف لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي مع الجماهير للالتزام للدعم والمساندة. ونواصل هذا الصور الجميلة صراحة اللي كانت يعني في فترات هذه المباراة. سيكون هناك تغييرين من طرف المنتخب الوطني المغربي مرة أخرى. إيرات وليد الركراكي عبد الصمد الزلزولي سيدخل بعد لحظات. عبد الصمد الزلزولي وكذلك دخول يحيى جبران فريق الوداد الرياضي. حديث من جانب المدرب وليد الركراكي عبد الصمد الزلزولي اللاعب السابق لاف سي برشلونه. الان في تجربه جديده بالنسبه لعبد الصمد الزلزولي. نتمنى ان شاء الله له كل التوفيق رفقه فريق اوساسونا بعدما اعاره فريق اف سي برشلونه لنادي اوساسونا. يعرف كيف يرجو هنا بهذا الملعب ملعب المباراة ملعب كورنيا البيرات ملعب إسبانيول برشلونة. مواجهة التي كانت بين فريق اف سي برشلونة وفريق إسبانيول بحضور النجم المغربي لاعب عبد الصمد الزلزولي. إذا التغييرين سيكونان بعد حظات. نعود يشوى المباراة تحت من حكيم زيوش تيكك من حكيم فرصة مغربية البتاني تشتي يسدد. جميل جميل الفرصة من جانب حكيم سياش. برافو حكيم. إذن تغييرين عبد الصمد الزلزولي ويحيى جبران. منح الفرصة كذلك للاعب يحيى جبران هذه اختيرة يوم أمس في حفل تتويج النجوم أفضل لاعب في البطولة المغربية يحيى جبران في ذلك تألق رفقة فريق الوداد الرياضي. حكيم زياش يخرج في هذه الأجواء الاستثنائية الجميلة. محبة كبيرة من الجماهير المغربية لنجم تشيلسي في انتظار العودة بقوة رفقة الفريق الإنجليزي. إذا عبد الصمد الزلزولي يحيى جبران الوقت لغادر مرابط. إذا خروج مرابط سيكون كذلك التغيير أو تغييرين كذلك من طرف منتخب الشيلي. تغييرين دفعة واحدة خروج أرتورو فيدال. إذا يغادر أرتورو فيدال من اساس يدخل في هذه اللحظات. وكما تابعنا هنا فالديس يدخل مكان فيدال. تغييرين من طرف المدرب إدواردو بيريسو. نسير إذن نحو نهاية هذه المباراة. النتيجة هدفين دون مقابل. يتقدم المنتخب الوطني المغربي على حساب منتخب الشيلي بالهدفين المسجلين.
في هذه الجولة الثانية. المنتخب الوطني المغربي بالانتصار اليوم سيضرب عديد العصافير بحجر واحد. أولا يعني في أول مباراة للناخب الوطني وليد الركراكي يحقق الانتصار كذلك بالأداء وفي هذا الأجواء. زيد على ذلك الأهم اليوم إيقاف سلسلة منتخبات أمريكا الجنوبية أمام المنتخب الوطني المغربي. يعني المنتخب الوطني اليوم سيحقق إن شاء الله أول انتصار على منتخبات أمريكا الجنوبية في تاريخ اللقاءات التي جمعت المنتخب الوطني المغربي أمام منتخبات أمريكا الجنوبية. سنعود نتحدث عن هذه المعطيات، هذه الأرقام المهمة. ما دمنا اليوم نتحدث عن انتصار. حارث، طريقة جميلة من جانب حارث، تحضير من نصير مصراوي عبر الطرف الأيسر، مراوغة جميلة عبر السلسلة العرضية، فرصة مغربية خطيرة، فرصة تسدد وترتد الكرة من دفاع منتخب تشيلي. منتخب الوطني المغربي، هذا المفهوم أقول بدأ يعذب منتخب تشيلي. الحماس اسم اللي تدخل، اسم اللي يظهر بأنه الإصرار كبير من أجل أن تقدم أقصى ما لديها لفقة الناخب الوطني وليد الركراك. والريان دائما والبحث عن مشاركة في كأس العالم قطر 2022. أشرف حكيمي من وسط الميدان، مغربية، فريق جميلة، عملية تحضير الانطلاقة من أشرف، محاولة استلام هذه الكرة لكن تمر جانبا، تحول مباشرة لفائدة منتخب تشيلي. تمريرة خاطئة، الفرصة المغربية، كرة أمامية، استلام في الخطورة، فرصة الثالث، ضاعت فرصة الثالث للمنتخب الوطني المغربي. معليش يلا سنبحث عن فرصة أخرى إن شاء الله. عندنا دخول عبد الحميد الصبري، ما شاء الله يعني كاريزما هذا اللاعب يظهر جليا، وكذلك حتى لاعب وليد شديرة. بإمكان هذا الثنائي أن يكون الاكتشاف بالنسبة لمنتخب الوطن المغربي. ركلة ركنية مغربية، صراع كبير في منطقة الجزاء، يضطر الحكم من أجل التدخل من أجل التنبيه. أبو خليل روح رياضة كبيرة، وإن كان ميديل غاري نعلم، شو ما شاء الله بالنسبة لغاري يعني شخصية المدافع على وسط، لاعب تدخلاته بقوة تثير الانتباه في المنظومة الدفاعية لمنتخب تشيلي. نقترب من الدقة السادسة والتمارين مشاهدينا الكرام. تغادر مرة أخرى ركلة ركنية لفائدة المنتخب الوطني المغربي. منتخب الوطني منذ أول وجهة أمام مدارس أمريكا الجنوبية منذ سنة 1964 ضد الأوروغواي بمدينة دار البيضاء لم يسبق أن حقق أي انتصار على منتخبات أمريكا الجنوبية، سواء في المباريات الرسمية ولكذلك الودية ولكذلك حتى في الألعاب الأولمبية. اليوم فرصة مناسبة لتكسير هذا الرقم وتحقيق هذا الانتصار. إذن كرة تغادر ليتماس لفائدة المنتخب الشيلي من الجهة اليسرى، طويلة للكرة أمامية عمر من تدار الدعم المساردة، تلعب لفائدة المنتخب المغربي الآن من وسط الميدان. محاولة إخراج الكرة طريقة شميلة، يلا فرصة تسديدة تسدد من أمين حارث. أمين اختار تسديد واطلي، ربما كان بإمكانه أن يمرر عبر الأطراف. تواجد أبو خلال، لاحظوا العمل اللي قام به نصير مصراوي. يعني قلنا المغرب ما شاء الله المنتخب الوطني يتوفر على نجوم، نأمل يعني بشكل كبير إن شاء الله أن يتم استثمار هذا النجوم من أجل تشريف كرة القدم المغربية وإفراح وإسعاد كل الجماهير المغربية. إبعاد من ياسين بونو، استلام من وسط الميدان عبد الصمد الزلزولي، الانطلاقة عبر وسط الميدان، تتحرك الآن تيكي تاكا المغربية. يحيى شبران فتح لها بطريقة جميلة من يحيى، الجهة اليمنى أشرف حكيمي، أبو خليل في عملية استلام هذه الكرة، محاولة التوغل الآن عبر هذا البناء الهجومي. يلا أبو خليل فرصة تسدد ترتد لكن الضغط المغربي متواصل. لاحظوا المنتخب الوطني المغربي يفرض على منتخب تشيلي التراجع، مراوغة جميلة، فرصة خطيرة،
فرصة رائعة للمنتخب الوطني المغربي. برافو، حماس حماس الأسود اليوم، أقول حماس الأسود هنا ببرشلونة في ظل ما يقدم من جانب الأسود على مستوى العطاء ما شاء الله. عبد الصمد الزلزولي توغل أكثر من رائع من جانب عبد الصمد الزلزولي، يبحث من أجل استثمار إمكانياته. قنطرة صغيرة جميلة، قنطرة رائعة كانت من طرف عبد الحميد صابري، والمخالفة تحتسب لفائدة المنتخب الوطني المغربي. برافو برافو برافو. الشوط الثاني كذلك جميل، الشوط الأول قلنا مكاسب مهمة، أداء قلنا ما ينقص النتيجة والأهداف، لكن الشوط الثاني دار الأداء ودارت النتيجة. هنا الانسلال، هنا اللمسة، رفع الكرة من طرف النجم عبد الصمد الزلزولي. لاحظوا الآن الروح هذه العائلة، عائلة المنتخب الوطني المغربي، سعيدة جدا الجماهير المغربية صراحة بدل ما تبعته اليوم كمؤشرات إيجابية في أول اختبار للمدرب وليد الركراكي، واختبار ودي لكن اختبار إن شاء الله بعد هذا الاختبار الأول أمام تشيلي ثم الباراغواي يكون الاختبار الأهم والأجمل في كأس العالم بحضور جميل. تسديدة من طرف أشرف حكيمي، معلش يا أشرف، تغادر تذهب خارج الملعب، والمباراة بين منتخب المغرب منتخبات أمريكا الجنوبية 1964 منتخب الأوروغواي، تات 1-0، وجانا البير، وجانا الأرجنتين، وجانا البرازيل، وجانا الشيلي سنة 1998. مباراة اللي انتهت بنتيجة تعادل بين المنتخبين، المباراة اللي كانت لعبت بأفينيون بالديار الفرنسية. وجانا منتخب البرازيلي، منتخب الأرجنتيني، منتخب كولومبيا 2015، وجانا الأوروغواي و2019 منتخب الأرجنتين اللي كان بطنجة، والآن نواجه منتخب الشيلي هنا بإسبانيا، والنتيجة هدفين دون مقابل. إذن أول انتصار إن شاء الله للمنتخب الوطني على حساب منتخبات أمريكا الجنوبية. إذن 5 دقائق يضيف الحكم، و 6 دقائق تحكيم أكثر من رائع صراحة بالنسبة للسلوفاكي في هذه المباراة. هنا العودة لياسين بونو، ياسين تمشي من الجهة اليسرى عبر خط الوسط من جانب منتخب الشيلي، التقدم، العرضية، تغطية دفاعية من طرف النخبة الوطنية، يضغطون. لاحظوا أليكسيس سانشيز، أقول نجم منتخب الشيلي اليوم لم يحرك ساكنا، لاعب مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي. إذن الشوط الثاني صوفيان بوفال من نقطة الجزاء في حدود دقيقة 65، وفي حدود 78 عبد الحميد الصابري أضاف الهدف الثاني، اللاعب البديل. هنا تلعب مقوسة في تجمال تغطية تسديدة، ياسين برافو ياسين، برافو ياسين بونو، برافو ياسين بونو. بعد هذه الفرصة الخطيرة لمنتخب الشيلي، لاحظونا تدبير هذه اللقطة من طرف لاعب منتخب الشيلي، سدد هذه الكرة لكن متابعة كانت طيبة من طرف الحارس ياسين بونو. في هذا الاختبار، اختبارات أو هجمات منتخب الشيلي كانت قليلة في هذا الجولة الثانية. تحضير أبو خليل ويغطي دفاع منتخب الشيلي، تمشي من وسط الميدان من دفاع المنتخب الوطني المغربي. هدف الثاني بلمسة لاعب سامدوريا الإيطالي، لاعب عبد الحميد الصابري، كان في حدود دقة 78. أسود يبحثون عن الثالث، هنا توغل من جانب أمين حارث ومخالف، يشير الحكم لفائدة المنتخب الوطني المغربي. سفيان بوفال وعبد الحميد الصابري انضافا لمجموعة من الأسماء التي سجلت أمام منتخبات أمريكا الجنوبية. أتحدث عن حسن كشكول ضد الأرجنتين 94، مصطفى حاجي ضد تشيلي 98، اسمين تمكن من التسجيل في مرمى منتخبات أمريكا الجنوبية في المباريات الودية فيما على المستوى الرسمي. الذاكرة تعود لهدف نور الدين نيبت، هدف المنتخب الوطني المغربي في مرمى منتخب الباراغواي في أولمبياد 92، والحسين وشلة في مرمى منتخب الشيلي في أولمبياد سيدني 2000.
مخالفة لفائدة المنتخب الوطني تأتي في حدود دقة الثالثة من الوقت محدد بدل ضائع بعدما أضاف الحكم 6 دقائق. يلا فرصة الثالث خلوها ختام مسك كما يقال. من جديد ألاندار على مستوى التسديد من عبد الحميد صابيري. يلا يا صابيري فرصة الثالث من صابيري. عبد الحميد صابيري ركلة حرة مباشرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. إذن عبد الحميد صابيري 25 سنة لاعب سامدوريا الإيطالي لعب لي نورمبرغ الألماني هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. الآن تجربة تتواصل بالديار الإيطالية بعدما لعب لسامدوريا يحاول ما أمكن الآن الحكم من الآن يرمم الصفوف ديل قادو بطاقة الصفراء كذلك عرض الصمد الزازولي. كان صراع بين هذا الثنائي في حائط الصد. إذن بالنسبة لعملية التنفيذ عبد الحميد اللي يفعل عبد الحميد يفرد حضور نجم دقيق فقط بعد الدخول ودي تسدد ترتد ولبعد من دفاع منتخب الشيلي ياسين بونو من الجهة اليمنى ملعوبة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تغطية دفاعية من منتخب الشيلي يتدخل الحكم يمنح مخالفة لعناصر منتخب الشيلي. لقاء المقبل الثلاثاء المقبل دائما عبر القنوات الشركة الوطنية دعم التلفزة من أجل مواكبة استعدادات المنتخب الوطني المغربي داخل وخارج أرض الوطن من أجل مواكبة تليق بتطلعات كل الجماهير المغربية. هي سعيدة في هذه الأجواء الاستثنائية في هذه الأجواء الجميلة وهي تتابع هذه المباراة الودية للوصول أمام منتخب الشيلي في انتظار تزكية نتيجة وأداء مباراة اليوم أمام منتخب الباراغواي في لقاء الثلاثاء بمدينة سيفيا الإسبانية. طويلة الكرة من الجهة اليمنى وضعية التسلل آخر الثواني الحكم يشير بوجود التسلل في هذه اللقطة يمنح الكرة لعناصر المنتخب الوطني المغربي. سيناف لعب ثواني قليلة. شكرا لكل الجماهير المغربية شكرا لكل الجماهير سواء هنا ب برشلونة بإسبانيا بمختلف كما قلنا من مختلف بقاع العالم حضروا اليوم لدعم المنتخب الوطني كذلك الجماهير التي حضرت من أرض الوطن هنا لبرشلونة لدعم المنتخب الوطني. حضور جميل اليوم أدفار ونخاص على تفاصيل هذه المقابلة واحتفالية من طرف الجماهير المغربية. نتابع هذه الهجمة محاولة تسديد إبعاد من جانب عناصر منتخب الشيلي والحكم ينهي تفاصيل المباراة. انتصار المنتخب الوطني المغربي بهدفين دون مقابل انتصار مهم على مستوى الأداء وكذلك على مستوى النتيجة لوصول الأطلس. شكرا لكم مشاهدينا.